هذا يعتبر إنجاز عظيم من العديد من الإنجازات التي تبنتها حكومة دولة الرئيس السوداني، حكومة الخدمات التي أثبتت أنها حكومة خدمات من خلال ما قدمته من مشاريع تمس حاجة المواطن وتقدم الخدمة اللازمة للمواطن في ظروف يحتاج المواطن إلى أبسط مقومات هذه الخدمات. بصراحة طبعا هو يعني تسهيل للمواطن الحويجة. تدري اليوم الحويجة قضاء تتبع لأربع نواحي، نسبة سكانية يعني لا بأس بها، أو نقدر نقول نسبة سكانية عالية. فبصراحة المواطن يعني تسهيلا له بدال ما يروح الكركوك يجي دائرة الحويجة، وهسه مو مثل قبل صك، وهسه استقطاع الكتروني من الماستر المبلغ، وبارك الله بهم، بارك الله بجهود الجميع.